السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ ورجعت لكم فيديو جديد إن شاء الله ينال إعجابكم أصدقائي مع لعبة ستراي القطة التايهة. مثل ما بتعرفوا في الحلقة الأولى اكتشفنا شغلات وفتنا هلا هاي الغرفة يلي فيها أجهزة وكمبيوترات، ومجرد ما فتت سكر الباب وانحبست جوات هالغرفة لنشوف إيش في حل جوات هاي الغرفة. لا تنسى تحط اللايك والتعليق والاشتراك أصدقائي لنستمر معكم، ويلا فينا نتابع اللعبة. يلا والله هون ما في شيء يا شباب، ما بشوفوا عم بطلع وبنزل. الله هاي هون جهاز، هذا شو هذا؟ تماما تحرك شيء. طب لا ايش فيه هذا الجهاز؟ ايوه طب شيء، شوف هذا، ايوه طلعنا شغله، رجع ركبه اشتغل. والله هون في عنا اجهزه، شوف ايش الوضع. هون كمان في جهاز طفي، ممكن اذا طفينا يصير شيء. لا 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 ما في شيء، ممكن نشغل شغله تانية مثلا. ما في شيء هون، لا 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 في في لحظة تماما اشتغل. هلا اخذنا واحد منهم، بس طفينا الجهاز وشغلنا الجهاز. يا ترى هلا هون عندنا شغلنا وحدة، في عنا ثلاثة ممكن انه نشغلهم، يعني نجرب نبحث. والله هون ما في غير وحدة اخذناها، والله هاي ممكن نطفي هاي ونشغل وحدة من هدول مثلا. اي والله اشتغلت الثاني، ممكن انه نشغل هاي اللوحة كلها ما عدا هدول، اذا ما اشتغلوا عادي يعني بيأثر. يا ترى رفي لفوق ولا نشوف. اي في عنا لهون، في هاي وحدة تانية يا شباب. الحل كله جوات الغرفة، مستحيل يكون برات الغرفة. هاي صار عنا ثلاثة، أكيد الركبة الثالثة صفت. لا ما ركبت هي تماما اشتغلوا ثلاثة صفت. شاشة وحدة نشغلة، بس وين 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 البطارية الرابعة يا شباب؟ أيوة هاي الكرسي، ما في شي هون. لا بالاعلى بالاعلى يا شباب بالاعلى، ممكن بالصندوق. لا هي 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 بالارض بالارض يا شباب. يا سلام طبت جنبه جنب، ابدا شغل بس ما صار شيء. لا صار صار، فتح باب سري يا شباب، باب سري. ممكن نفوت نشوف ايش فيه. انا شايفين على الشاشات مرسوم رأس، رأس هي آلي هون كاني معطوب ايش فيه او معطل. فلت الراس هاد نشوف، بلكي انه الحكاية بالراس هاد مثلا. لا ما بيعطيني شيء. وين نروح؟ ايوه في بنقدر نقفز لهون، في شيء هون كمل. ايوه في صندوق، خلينا نأذي الأذى خير وسيط. لا في شي طب منه، في شي طب. شو هاد؟ نشيله؟ ممكن جهاز او شي. لا مثل قناع، مثل قناع او شي، ممكن نركبه على هاد يعني مثلا. لا بس تعي خلينا نفوت نرجع على الغرفة انه نشوف بلكي نركبه هون مثلا. لا لا مو هون، او نحطه بشي مكان. شايفين يا شباب على الشاشات الاسهم كلها عم بتشير على موقع واحد، وهذا هو الموقع. شوف جرب. ايه ايه صح صح، حطه لنشوف. صح اشتغل، صار الوضع تمام. فيها لغز بس اللغز بسيط يعني، شوي بده واحد يفكر شوي مو كثير. تماما اشتغل الجهاز ولكن سقط. ايش اللي عم بيصير يا شباب؟ اشتغل الراس وطار، يعني بيطير هذا الراس تماما، بيطلع بالقطة. شباب في شي بده يصير. لا القط بلش يهاجم الراس بس وقع في الارض.
بتحسس شوي شوي عم بشوف ايش وضعه، كاني القط عم بشوفه خطر لمو خطر. ها بلش كلمات غير مفهومة. ها عم بشكر القط انه شغله تماما. اوكي هو نسيان اسمه، شو اسمه نسيان العالم، عم يحكي عن عالم وعن القرية او مدينة. اسمه بيت 12 مزبوط، مكتوب عليه بيت 12 صح صح تمام. ستي وانا بقدر بساوي شي يعني مثلا؟ طبعا انه بنقدر نقدم مساعدة ونتبعه. ولا بقول حقني يعني انه لازم نلحقه ونشوفه تمام. يلا عم بقول لي في شيء لازم نساويه. نكبس ايه، اخذ شيء فيري جود، جيد نفذنا له شيء انبسط فيه. البطارية لو يعني ضعيفة. يلا يا شباب ماشي لازم نقوي له البطارية كني تماما. هلا اخذنا مفتاح ولكن بيساوي لنا شيء، بس شو هو؟ يساوي شيء للقط بس. لبسوا شيء يا شباب، وقع القط. حاس حاله مربط. ايوه حاس حاله ما بيقدر يمشي مربط القط. يا حرام، خلينا نطلع من الباب هين. تمام نتعود على هالشيء يعني اللي بسينه شيء اكيد. تمام هو عم بتكلم بلغة القط كمان، يعني فهم القط شو يساوي يعني هيك على المقصد. ايوه تماما نتابع. هذا المفتاح اللي اخذناه يا شباب، شوفوا ميداليته مثل هارد ديسك تبع كمبيوتر. تماما يلا ايزي سهل. يلا ماشي سهل بالفعل، هو ما في على الصعوبة سهل. لازم نطلع نروح نمشي عم قلنا نتابع. ايه نفتح نفتح افتح هذا الباب. تماما يا شباب فتحنا. نكبس اثنين، شو قشر اثنين. ايوه صار معنا ضوء بالعتمة ممكن يساعدنا. خلونا نطلع من هون لنشوف يا شباب. هذه باسبور رقم سري يعني خرج واحد واحد واحد. لا لازم نجد وسيل طريقة تانية. الله في عنا غرفة هون يا شباب او مخرج تاني يعني احتمال هيك. الله هون هي الغرفة ما فيها شيء، بس خلينا نأذي نأذي الأزو يعني دائما بجيب صح والله. الله هون في كود رقم ممكن هذا يكون 3 7 4 8. فاز 3 7 4 8 3 7 4 8. تعال نجربه على الباب يا شباب بسرعة. 3 7 هي 3 7 4 8 مو هيك صح؟ ايه والله فتح صح والله. لغز يعني بسيط تماما. ما في عندنا هون فتحنا الباب المقفول تماما. هو بيعرف وين نروح. لازم لازم نطلع هون على هذا السطر كان. ايه تماما تابع يا شباب لنشوف. شايفين المدينة من تحت يعني فيها تلوث فيها شيء شر. هذا الاحمر انه ممكن مدينة مغلقة وعايبين هذا الحبل عشان ما ينزلوا لتحت مكان الموجود هدول اللي شفناه اللي كانوا لاحقوا القط في الحلقة الاولى. تماما والله هون في عنا صورة يا شباب. الصورة لنشوف ايش ايش بتفيدنا هاي الصورة يا بيت 12. تمام اخذ الصورة تماما. هو فاق الذاكرة وهذه الصورة عم بتذكره بشيء. يلا خلونا نتابع يا شباب. 3% من ذاكرته. ايوه انه هي كل ما قوينا له الذاكرة تنحل المهمة بسرعة. تماما لنشوف. هي عم نقفز القط. هلا في عنا سطل تاني هون يا شباب، خلونا ننزل بسرعة عليه. يلا
وكل ما لنا قربنا عليهم صرنا تحت، يعني كنا فوق. لا هاي مكان غيره. اوه عم تنطوا علينا يا شباب، يلا يلا بسرعه بسرعه. هلا لقينا مكان عيلي على السريع. ممكن لهون؟ ايه فرجيني يا هون. والله لاحقينا يا شباب لاحقينا، خلينا ننزل من هون ان شاء الله ما يلحقونا. بس في شخص شايفين هذا الشخص؟ لا مو شخص، آلي او آلي وله شاشة كمبيوتر على راسه. تمام شغال انذار يا شباب. خلوني اتبع وين راح. سكر الباب مش عليه. ماشي مو مشكلة نلحق. سكر اكيد من هون لازم طريقه. ايوه هربوا هربوا يا شباب، بيهربوا منا. الزارات اشتغلت كأنه سوينا رعب في المدينة. سمعني صوت صافرات الانذار وكأنه حرب. هذا الآلي من رعبته ما بيعرف يمشي. دخل دخلون على المحل. هذا الشخص في المحل مين هو يا ترى؟ وهذا كمان هو واقف عم يتفرج على ايش عم بصير. هذا الزعيم تبعهم يعني القائد. ايوه خلينا نقرب منه شوي شوي. نحن مسالمين يعني مانا جايين نقتلكم ها، الا اذا انتم ناويين على القتيل. خلينا نجرب شوي شوي، اذا قتل رح نقتل. لا ممكن نحكي رموز ما مفهوم عم يحكي فيها. ايوه ممكن انه هذا البيت ناقش يترجم لنا ايش عم يحكي. تماما اوكي احنا اصدقائكم هاي طبعا مانا جايين نتيلا، قلنا اهلا وسهلا في القرية. تماما عم رحب فينا الشخص يعني امنوا منا امان. يلا تمام ايش شو بعد؟ ايوه طب اعطيتنا الامان عم بصيح للعالم يلتموا علينا. لا 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 ما اعطى ما عم بصيح للعالم، اعطوهم انه وقفوا الانذار. الشخص هذا امن معنا، هيدا القط امن يعني ما في مشكله. طلع هلا هيك المدينه صارت بامان. نحن ما جايين نحاربكم، نحن جايين بالعكس نساعدكم. عم الامان لنشوف ايش في. نتقرب منه نتحدث. فرجي هاي الصوره اللي اخذناها مش ممكن قلنا. تماما اوكي انه في شخص ممكن حدثه اسمه مومو. ايه بيأشر عليه انه هو في الاعلى. تماما انه ايوه شايفين حيطينا الصورة على هذا البيت لازم نروح عليه. مش ممكن سايب الواحد انه انا ممكن اساعد شخص اسمه مومو. تمام يلا نروح على ذاك البيت عند الاشارة البرتقالية لنشوف. يلا نصعد للاعلى قدر الامكان نحكي مع شخص اسمه مومو. يلا يا شباب رح نطلع الى الاعلى. هلا هون هدول الشخصين شو عم بيساووا؟ عم بشلف على بعضهم التنكات الدهين. مو مشكلة نحكي معهم؟ ما بدهم يزعجون، من فضلنا ما نزعجون. يلا ماشي. لا 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 اطلعي اطلعي لفوق، ماذا ننزل؟ وين نزلنا نحن؟ ايه يلا تابع الطريق يا شباب من هون الطريق. هذا الشخص نايم لنشوف شو وضعه النايم. هذا بتعرفوا لميمو؟ مومو مومو ايوه اتركوه نايم ما بده ازعاج. وين صارت الارمة الحمراء الاشارة الحمراء؟ ورانا بالضبط يا شباب ورانا خلاص معروفة وين. يا هاتيكي لازم نطلع للاعلى شوي
ما يكون شايفين، معناتها ندخل لهذا البيت ونرجع نطلع لفوق للأعلى. كني لا والله كني وصلنا. مدري هذا هو مومو. هبضرب التلفزيون، التلفزيون مشوش عنده ومزعوج كثير. شايفين يعني شكله بالصورة انه مبين عليه مزعوج من عيونه. ايوه ما عم بشتغل شيء معه، معطل. فعلا اسمه مومو طبعا. تمام أصدقاء بالتأكيد نحن. بالمختصر هو بده أيوة إنه كتب، ما بعرف كتب شو بده إياه كتب. أيوة تمام. يعني ملاحظات، كتب فيها ملاحظات ممكن تساعده على تصليح هذا الشيء، بس لازم ننتبه من هدول اللي بهاجمونا. تمام شايفين بدون كتب ملاحظات او في شيء ملاحظات بدنا نجيبها ممكن تساعده لهذا الشخص مومو. اه فهمت عليه. ايوه شايفين وين عم اشرع هذا البيت، لازم نفوت عليه ونجيب الكتب. يلا تماما ننطلق بقطتنا هاي. طريقنا مبين واضح الى هناك. اترك هذا الشخص نايمون. اذي معلش ما بيأثر. ايوه تماما وصلنا للبيت يا شباب، شايفينه هذا اللي كان عم اشرنا عليه من هناك عند مومو. تماما نفوت نبحث عن شيء، ملاحظة أو ورقة أو كتاب ممكن يفيدوا لمومو بتصليح الشبكة. بنفات من هون يا ترى. ايه صح صح بنفات. شايفين الكتب بالداخل بالغرفة الداخل هاي، في هون كتب يا شباب شايفين، بس ما بيعطيني إشارة إنه نطلع لهون في شيء. صح هذا شوي. أخذنا كتاب صح. اوكي تمام انه اخذنا كتاب، لسه في باقي بعض الكتب لازم نجيبها، بس وين راح نلاقيها؟ لهون في شيء عندنا هون؟ ايه في في شلون بدي يبين معنا؟ بدنا عدة كتب لسه، ما انتهت المهمة، المهمة لسه جوز من غير مكان. شايفين هداك البيت العزاوي مثله له إشارة، مثل هاي الإشارة وهي الحمراء، ممكن إنه يكون بداخل هذا البيت. قالوا لنا ننطلق له ونجرب. نرجع لعند مومو. جيد بس نروح على هذا البيت اول شيء نشوف ايش وضعه، لاني بقول لي لسه ما اكتمل بده الكتب كلها. ايوه بنطلع ايه بنطلع لهون. تماما اقتربنا يا شباب، ان شاء الله في طلعه لهون كمان. تمام خلاص اوكي ممكن ننزل على البيت نشوف اي فتحه، بس في مروحه هون ما بتحسن تنزل اكيد. ننزل من غير باب، بس هون في شيء واقع شوي نشوف. بفكر انه ننزل لتحت على الباب. ايوه باور سبلاي، ممكن انه نطفيه. فرجيني ايش بصير. طفت يا ترى، طفت المروحه صحيح. ممكن ننزل اوكي، يعني ممكن هذا الباور سبلاي ممكن يفيدنا بشيء. لا إذا فادنا هون موجود، حنفتش المنطقة كلها. وقعوا هدول. خربي خربي معلش معلش بالضبط، قلت خربي. في شي هون. فرجينا شو اش تصير.
فتحت لنا طاقة يا شباب. لا هي لبرا، ما لنا هلا مستعدين نطلع لبرا، لازم نفتش البيت بالكامل. في شيء يا شباب، لازم في شيء. في شيء مستحيل. ما لقيت شيء. أصلية القطة في الكرتونة. يا سلام. لا لا، في شيء هون، في شيء هون يا شباب. طلع هذا هو الكتاب يا شباب، هاي الكتاب الثاني. ممكن انه في غيره يا ترى؟ هات لنشوف. ايوه نوت بوك. تماما. اوكي. بسع في كتاب. ممكن نروح نفتش على الكتاب يا شباب. كان راح تقع القطة. ماشي، خلونا نطلع من النافذة نفتش عن مكان تاني. لا طلعي طلعي. تماما. نزيل لتحت. خلينا نطلع من هون يا شباب. هون مو لساته هون. جيد. ايوه شايفين هذا البيت المقابلي يا شباب، نفس الاشاره بيحمل. ممكن انه يكون الكتاب فيه. اظن لازم يكون هون اخر كتاب. اخر كتاب يا شباب. وين وقفت يا قط؟ ما لازم لفوق لفوق. بتطلع؟ ايه بتطلع لفوق. ليه ما بتطلعي؟ طلعي. ايوه تمام. هاي طلعنا لفوق. رح نروح على هذا البيت يا شباب حاليا. هاي دخلنا. خلونا نتابع يا شباب الى الامام ونفتش كل الكتب. مثل ما تكون شايفين هون عنا مكتب كبير يا ضخمة يا زلمة. المكتب كبير يا شباب، شلون نفتش فيه ما بعرف انا. شلون نلاقي الكتاب؟ اتبع التخريب يا شباب. عم نخربه؟ فرجيني. ايه بنخربه يا شباب. بلكي نلاقي الكتاب بالتخريب يا شباب، بالتخريب. هون ايش في عنا؟ ايوه هون في شخص يا شباب، خلينا نسأله. يبدو بين عليه، يبدو انه من كتر القراءة تعبان ونايم او محروق او صايبه شيء. هون في عنا شيء، ممكن نصعد نفتش بهالخرابة. لا ما في شيء هون حاليا. هون خربنا كل شيء. هون هاي غرفة هون صايرة. هي في شيء هون، في شيء هون يا شباب. ايوه حصلنا على مفتاح، بس نحن مو شغلتنا بالمفتاح. تماما. انه ممكن هذا المفتاح يساعدنا على انه نلاقي باب او شي مكان نستفيد منه. عكل رح نفتش المكان، بس حاسس حالي انه بمتاهة انا. لا في شي، في شي هون يا شباب. طلعوا في خزنة. ممكن نستعمل مفتاح يا ترى؟ جرب. وجدنا الكتاب يا شباب. حصلنا على الكتاب يا شباب. واخيرا لازم نتجه لمومو يا ترى. وصلت. حلينا مهمة الكتب. تمام. لازم نروح لعند مومو
ونقول له نوصل له الكتب منين الطريقة من هون. صح صح صح. يلا يا مومو أسري 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 لعند مومو. يلا لق لا طلعي لا طلعي 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 ما ننسى لتحت أبدا. نحن نتجه لعند مومو إنه الكتب لبينا له إياه إن شاء الله يكون صح. وينك يا مومو؟ هاي مومو نحكي معه. هاي عطيناك الكتب إن شاء الله. هاي عطيناك كل الكتب، إيش بتريد؟ هذا الكتاب. حسناً، أوكي. تماماً، أخذ الكتب، ممكن يساوي شيء يا شباب. أيوة. شو بدي يساوي؟ عم يصلح الجهاز. أخذ التعليمات. ايه تماما انه ايش نساوي. ايوه تمام. اعطانا الجهاز تصلحه. تمام. عم بقول لازم نروح على اعلى مكان ونحط هذا الجهاز، برج مدري شو. هات لنشوف اجت قلنا هي تعليمات. تمام. انه نروح على اعلى برج، يمكن هداك هو المنور شايفينه يا شباب، بس الطريق كتير صعب. طبعا اصدقائي مثل ما بتعرفوا لو وصلنا هون لنهاية الفيديو. شكرا لكم على المتابعة، الى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله. راح نوصل هاي القطعة يمكن لاعلى برج هون هيك مثل حسب الحكي، ونشغلها هنيك ممكن يصير الارسال تمام على الشاشة. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسى تحط اللايك والتعليق والاشتراك اصدقائي، هذا شيء مفيد لنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.